معلش يا دكتورة شيرين، معلش السؤال ده ايه تاني كده؟ ما هو بياخد، هو هارت بياخد الثيرابي بتاعت ال اتش اي في، فهي حتى انتر اكت مع اللي هي الثيرابي. هو هيبقى اين اتش مونو ثيرابي بس في الليتنت تي بي، مش هياخد كومبينيشن عشان الريفامبيسين، هو بلاش فريق. الريفامبيسين علشان ياخد اي ان اتش مونوثيرابي، الناس اي ان العادية اتش يعني. صح احسن، عشان الريفامبيسين ممكن ياثر على كفاءه الاتش اي في دراج. مونو ثيرابي و ان اتش في 6 مانثس كان بي اسوشيتد وذ بور كومبلاينس، بات از ذا ريجيمن اوف تشويس از بير دبليو اتش اي جايد لاين تريتمنت اوف ليتنت تي بي ان بيشنتس وذ اتش اي في اون هارت. This man will hopefully engage with treatment as he seemed to have a stable lifestyle. This will give his the best chance of post-treating latent TB and avoiding dangerous drug interaction if a rifampicin containing regimen was used. هم متأكدين إن هو هيلتزم وكده، إن هو لو خد رفامبيسين الريفامبيسين، ده ممكن. الريفامبيسين عشان ايه؟ دي هيعمل ايه بقى؟ يقلل ال هو انديوسر، مش عارفة، هو الريفامبيسين كان انهيبيتور تقريبا ولا كان كان انديوسر يعني انديوسر. وبرضه اللي هو هيقلل. فيه ادويه تي بي برضه كانوا، مش فاكره كانوا انديوسر ولا انهيبيتور. ففي انتر اكشن سيتوكروم، في يعني هما الاثنين معظم الادويه الانتي بايوتيك انهبيتور، ما عدا الريفامبيسين الريفيكسامين، الاثنين دول انديوسر. انديوسر يبقى هيقلل الكفاءه بتاعه الاتش اي، يعني هيعمل لهم برضه. هما البروتينيز بيأثر. وكمان هو الريفامبيسين كاردو توكسيك، وبرضه أدوية التي بي برضه تقريبا انهيبيتور، ف برضه هيزود الهيباتوتوكسيستي. الاثنين مع بعض هيأثروا على الكبد. طيب اوكي، عندي هذا السؤال. طيب as medical registrar you are asked on the form by FY1 to review 26 year old male patient just examined. The patient has presented with progressive worsening dyspnea and chest discomfort over the previous 24 hours. He had been given salbutamol inhaler BGB some 3 months earlier for exercise induced wheeze and shortness of breath. بالإكزامينشن هو تاكارديك 120 وتاكيبنيك 30 وبيلاترال ويز وأوسكالتيشن. بالإكزامينشن في سوبراكلافيكولار اريا ان نيك there is palpable cutaneous emphysema. What's the most likely diagnosis؟ هي اللي هي اوسوفيجيال رابشر ولا أزمة عادي ولا جاز جانجريوم بالمونيوم امبوليزم ولا لانج مالجنسي؟ هي أزمة عادي. يس انفيزيما، أسمع، مش لازم سيرجيكال انفيزيما. طيب ماشي، عايزين نقراها، ماشي عايزين نقراها، ماشي هو نقراها. عارف شك ان هو اسوفجيال مثلا رابشر او كده ممكن يعملوا دي حاجات غير، بس هو ما فيش اي سيمتوم ان هو عنده اي فوميتنج ولا اي ابدومينال بين ولا اي حاجه. هو سيرجيكال انفيزيما اول نون سبكوتينيوس انفيزيما باثولوجيكال اكيوميشن اوف اير او جاز سبكوتينيوس تيشو رير كونديشن بت كان اوكير فروم اير تراكنج فروم ذا لانج نيوموثوركس او اي بي دي والازمه فروم تروما خصوصا البارو تروما نيومو ميدياستاينم ميكانيكال فنتليشن or rarely rupture of esophagus. However, it can also occur from production of gas within a tissue by an infection زي gas gangrene. The cracking sensation felt on palpation of the skin of the neck and chest, but it may also cause diffuse swelling of the chest wall and neck. الموست ابروبت نيكست ستيب سي ار بي عالي هايبوناتريميا، هنشوف ده مالجنسي ولا ليجيونيلا. ده لا ده 71 سنه لو ريسبيرتوري انفكشن في ديس سوديوم ليفل عند الزملاتي ادمشن موست كونسيستنت سندروم سياده والنيرس كونسيرن ذات ديسبايت فلور سيستيشن في خلال 72 ساعه السوديوم ليفل ستيل لو اند هيز دراوزي وكونفيوزد. اكزاميشن بلاد بريشر بتاعه
وايت بالس تمام، الشيست كونسيستنت وكرونيك سي او بي دي، الابد مستوصف نونتندر، في ساين اوف فلويد اوفرلود، مفيش ساين اوف فلويد اوفرلود، وهو دراوزي اند بليف هي از بينج هيلد اجينست هيز ويل ان ا بريزن هوسبيتال، مستشفى السجن. هو سيادة تلاقيه What was the most abrupt next step؟ هل continuum fluid restriction only ولا ديموسايكلين؟ مفيش fluid overload ف... ديموسايكلين كان برضو زي بيشتغل زي التولفابتان برضو ضد ال ADH. Given that the man's fluid restriction will have been well observed by nursing staff and anything, his fluid consumption is likely to have been reduced further by his drowsiness and confusion. Continuing it is unlikely to drive rapid enough recovery for his serum sodium level. Democycline is a preferred option because it leads to partial nephrogenic diabetes insipidus and therefore drive the correction of serum sodium level more rapidly than fluid restriction alone. In situation channel affecting both lung field, what's the most likely diagnosis? Restrictive pattern. Restrictive. Patchy. 62 سنة بيشتغل في مصنع ريسايكل ميتلز، هو ميتلز يعني معادن وحاجات زي كده. شوف بقى هيقول لك تجنب اول بس ل 6 months smoke 5 cigarettes per day. يبقى هو بقى اللانج فايبروز نتيجة للإيه؟ في يعني الحاجات اللي كانت في اللور زون، اللور زون اللي هو بريليوزز ده بريليوزز ولا السيليكوزز؟ بس السيليكوزز لا، السيليكوزز تبقى في الأبر، تبقى في الأبر بالظبط. بس هنا هي في اللور السيناريو كيس سيناريو سبيتريك رابيد في اللور زون، في الميد واللور زون، الميد واللور تحت بريليوزس. Bryliosis gyromatous lung cancer, a disorder which is chronic form lead to restrictive lung disease. One occupation known to be associated with beryllium exposure is metal recycling. The beryllium lymphocytic proliferation is the laboratory investigation of choice. اسمه بليبت تيست ده. هيدروجين سي تي ريفيل جراوند جلاس تشينج كونسيستنت وذ بيرمونال فايبروزس اند نيور فورميشن. لانج بايوبسي ريفيل جرانيولوما فورميشن اندستنجوشابل فروم ساركويد. بريفنشن از كي جيفن ذا سيميلاريتي اوف ذا ديس اوردر مع الساركويدوزس. الكورتيكوسترويد بيبقى بينيفيشال يعني بيدي ريسبونس زي ذا الساركويد. طيب الحمد لله رب العالمين، خلصنا من هذا البرانش الرخم.